وقال هذه مجمع من اجل مضاعفه الغله. شوف تفاعل ديال الجمهور في المنتخب المغربي. حكيمي دار بليلي بكل صراحه. حكيم زياش حكيم زياج عبد الكيكي قداكي طبعا معلم. هدف يعطي الحكيم الثقه التي افتقدها لاشهر كثيره. يبحث عن ذاته، يبحث عن مناد، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالسيو الايطالي ان صحت التسريبات. شوف معايا اللقطه، تمريره خاطئه من 55 متر. الهديه لا ترد وان كانت عند حكيم بعين غامض كيف تقولوا. فقط سبعه الحارس جورجي مارتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقه 29. ثنائيه لفائده الاسود، اسود الاطلس التي نريدها ان تزعم